ولكن انا نقول بلي كاع كنا متوقعين انه المنتخب الجزائري راح يدخل باللاعبين الاولين اللي لعبوا ضد نعم. نفس التشكيله اللي راح تدخل، واليوم دخلت وبرهنت. اليوم شفنا انجاز رائع قلت لك، وشفنا ثاني اداء رائع وفوز كبير وشباك نظيفه، 9 اهداف جوسكا بريزون وما تلقينا حتى هدف. هذا انجاز ماهوش سهله، لان لعبنا مع منتخبات كبيره. انا نقول باللي اليوم شفنا المنتخب الغيني اللي يلعب كره لبس بها، وكان قادر يدير لنا مشاكل. اليوم ارضيه الملعب كانت شويه ماهيش زالجه كما قال رضا، هي كنا قادرين نسجلوا عده اهداف، ولكن شفنا محرز في اكسيون ثاني طاح، شفنا بونجاع عده فرص وطاح بليلي ثاني. انا نقول بلي المنتخب الجزائري عرف او يتماشى مع طريقه لعب تاع بالماضي، لا ديسيبلين تكتيك صدر الناس تحترم كل واحد. اليوم نعطيك حاجه اخرى، في الشوط الثاني لا شفت لعبنا هجوميا ونديروا الضغط على حامل الكره في الدفاع تاعهم. صدر هذه بالك بلي ما تنساش كاين عامل الحراره، كاين عامل الرطوبه، كاين امور بزاف. اسمح لي بكلامك كبير، شفنا مدغشقر مع الكونغو، مع الكونغو شفنا لي جوار باش كملوا المقابله بالسير. انا اسمع 90 دقيقه وشفنا لي جوات حتى المنتخب الغيني مين جات هذه مين جات ونحن في نهايه موسم كيما محرز لعب غير 40 ماتش، كاين دي جوات لعبوا اكثر من 40 ماتش كيما الناس اللي لعبت في الشامبيونات تاع انجلترا وكذا، الناس لعبوا 60 ماتش. لا باسكو رضا اليوم في المنتخب الجزائري بالماضي ما جاش الى بازي سور دار بريباراسيون جينيرال دار سيت ان اونتري مو سبيسيفيك بوكو بلوس. كنا تكلمنا مع الطبيب قلنا باللي الاسترجاع تاع بوكو بلوس لا ريكوبيراسيون بوكو بلوس فوالا فوالا. شوف انت شفت بلايلي شحال عندك مش بلايلي في لا ريكوبيراسيون، بلايلي كان تعطي له غير الكره باش يدير اللعب. اليوم شفنا بلايلي ومحرز، اليوم هادو هما الناس اللي راهم يخدموا في خدمه كبيره. صح كان عندنا المنتخب الغيني كان فاجانا، ولكن بدون محسوب احنا نقولوا ما دارش علينا فرص بدون خطوره، ولكن اليوم احنا فرضنا طريقه اللعب تاعنا. المنتخب الجزائري اليوم هو اللي راه يقول كلمته، لذا قلت لك ان المنتخب الجزائري اذا كمل بالطريقه هذه ما نظنش بلي انه اي منتخب راح يحبس الفريق الجزائري.